السلام عليكم، بخير هانيين، كل شيء لاباس. نتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير. اليوم جيناكم فيديو جديد، جيناكم بواحد الدراجة اللي شعبية ولات معروفة في السوق تبارك الله. جات بواحد الحلة ديالها اللي جديدة، يعني ديال شركة البيكان 33، تبارك الله دخلات بواحد التغييرات اللي زوينة وعجبات الناس بزاف. نمشيو الاخوان، قبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو معنا، ديروا لنا لايك، تخلي لنا كومونتير، تبارطاجيو مع اصحابكم، ان شاء الله يوصلكم ديما الجديد. بالنسبه جينا نوريكم اليوم التغييرات اللي داروا في الدراجه، تبارك الله خطيره، يعني داروا لها واحد التغييرات اللي عجبات الشعب، لان يعني هذا موتور ديال الشعب، تبارك الله تياخذوا الناس بزاف والناس ديال الليفريزون. يعني راه تيجي واحد البار بريز اللي صحيح القدام، يعني كاليتي اللي مزيانه تطاكي على الصدر. بالنسبه راه تيجي واحد لي كاشما اللي زوينين ومفينين، تيطاكيو حتى هما على اليد. بالنسبه للمرايات ديالها راه تيجيو على هذا الشكل هذا. بالنسبه راه تيجيها واحد البارابول امامي اللي فيني وزوين وكل ولاد، وتيجي عنده واحد هنا سطير اللي تيشعل تيعطي واحد المناظر زوين باش عارف في النهار. يعني كيف قلت لكم عندها سينيالات ليد لي كاشما زوينين فينين. بالنسبه للتغيير اللي داروا ليها، راه بدلوا ليها هاد الديكالك هذا وداروا ليها في هاد الصفر كيف تيقولوا فلوريسون، تعطي واحد المنظر اللي جميل. كاينين الناس شحال من واحد تيبغي يرد لهاد يعني تيبغي يدير هاد الديكالك، يعني دابا سهلوا عليكم تجيو تتركب ما كاين لاش تبدل هاد الديكالك. يعني راه تيجي واحد الكاريناج اللي فيني تبارك الله، تيجي سبور شو تبارك الله، الكارد بوكي تيجي زوين. يعني تيجي واحد بورت باجاج عندها هنايا القدام كبير، يمكن دير فيه شي سليله على حساب التقديه ولا شي حاجه. بالنسبه للتغيير اللي داروا، راه داروا ليها هاد الجوانت هادو لي نوفو موديل، يعني تيجيو على هاد الشكل هذا، شي حاجه اللي خطيره، يعني شي حاجه نوفو موديل واعره. يعني تجيهم واحد البنوات اللي فيهم 250 17 بنوات تيوبليس كندا، تيجي واحد الفران ديسك عندها القدام، تيجي واحد الكاش ديال الديسك على هذا الشكل هذا اللي تيعطي واحد المنظر جميل حتى هو واعر تبارك الله. لا فينيسيون كيف دايره، كتجي دريبيرو مطبوعه هنايا. بالنسبه للكونتور ديالها، يعني راه خلاوها ليها كيف اللي هو، كونتور اللي تيجي صغيور ديجيتال وزوين فيني. بالنسبه لي بوطون ديالها حتى هما راه كيف هما، يعني عندها هاد البوطون الا بغيتي تشعل السينيالات بربعه ديتريس، يعني عندها باش تشعل الضو باش تديماري، يعني فار كود بلاس كلاكسون سينيالات. بالنسبه هاد 33 هادي، هاد المره هادي اللي دخلات، يعني فيها فرينات فليد يعني اوتوماتيك، ما فيهاش لومبرياج. الناس اللي تيسولوا على لومبرياج، انا ما دخلتش فيها لومبرياج، نتيجه فرينات فليد لوراني على اليسار والقدامي على اليمين. بالنسبه للكونتاكت ديالها، راه تيجي هنايا تيكون عندها واحد السويرتات اللي اوريجينال مطبوعه فيهم بيكان هذا الشكل هذا. بالنسبه راه تيجيها واحد بور يو اس بي هنايا، الا بغيتي تشارجي التليفون ديالك تيكون عندها واحد الجويب هنا الا بغيتي تحط التليفون ديالك. بالنسبه للماكينه ديالها، يعني دخلات بواحد التغييرات اللي خطيره، يعني داروا ليها واحد التغييرات، بدلوا ليها الفيبرو كان، يعني ردوها لي جروب كبير ولا كورس ديالها ولات اللي كبيره. يعني في حاله ما بغيتي تبريباري، يعني تبدل ليها غير سيلندر وكيلاس، يعني ممكن دير ليها سيلندر حتى 125 حتى 140 الا بغيتي. هادشي في حاله ما بغيتي تبريباري، ما هو راه تيدخل فيها سيلندر 49 يعني قانوني. يعني زادوها واحد التغيير ديال، زادوها هاد النجمه هادي، يعني اللي تتفرق ما بين الماكينه القديمه والماكينه الجديده، يعني بتتبين بان هذا الكروب هذا راه كبير. يعني وزادوها حتى الكاربيراتور، حتى هي راه كاربيراتور راه كبيره، يعني ديال 20 ديال 125. بالنسبه لي زاد عجبني فيها بزاف هو هذا الكوسان هذا، يعني التغيير اللي داروا لهذا الكوسان يعني خطير تبارك الله. يعني داروا لي واحد الطرزه بعدا اللي جات واعره بجايبات الصفر هذا، يعني وزادوا نفخوه
ليا يعني ولا منفوخ تبارك الله فيني وزادوا علاوه من هنا في حالة ما مابقاش زعما تزلق القدام يعني تجلس مريح ما تحسش براسك تزلق يعني شو الجلسة اللورانية كيف دايرة يعني شي حاجة واعرة بسبب هاد الجلسة هادي راه ممكن تطلع على هاد الشكل هذا تجي على هاد الشكل في حالة ما بغيتي دير شي صندوق المهم على حساب ليفريزون المهم بالنسبة راه الانسان تيطلع هنايا تيكون عندها ريزيرفوار ديالها هنايا تيجي بالساروت تيتسد تيكون عندها واحد الجويب هنا الا بغيتي دير شي سويرتات صغارين فهمتي يعني شو هاد الديكالك هذا كيجا خطير في هاد اللون تبارك الله يعني عجب الناس بزاف يعني جا داكشي كلشي مصايب على حقه وطريقه يعني بالنسبه للماكينه كيف تنقول لكم راه دوبل امبرياج شي حاجه اللي مليحه اربعه د الفيتيسات تتجاه هاد البوز بي هادي عندها هاد الكاوت شويه هنايا صحيحه بالنسبه للبيكي ديالها راه تيكون فيه كوب كورون عامل حالة ما طيحتيه راه تيسكت الموتور بالنسبه تيجيها واحد البيكي سونترال صحيح الوسط عندها واحد لي بوز بي اللورانيين حتى هما اللي صحاحين فينيسيون لي زوينه بالنسبه هي راه ما تيجيهاش واحد الكاش ديال السنسله يعني تيجيها كاش اللي صغير بحال السيل اللي داروا لهاد الصانيه جديده تتجي هاد السنسله اللي صفراء شي حاجه كاليتي مزيانه بالنسبه للبلاطو ديال اللور ديالها راه 36 والبينيو قدام 14 يعني تيجي واحد لي زامورتيسور حتى هما اللي صحيحين روسول صحاح شي حاجه ديال الخدمه بالنسبه راه تتجي واحد الشكاكره هنايا بالجنب حالة ما بغيتيها تخليها راه تخليها فحال بغيتي تحيدها راه تحيدها تتولي ساكادو يعني تجي تتحل على هذا الشكل هذا تيجي فيها واحد البلايكا واحد الساقات واحد التويشيات بالنسبه للفروج ديالها اللوراني يعني راه تيجي على هذا الشكل هذا يعني تيجي كل ولاد تيجيوا هاد لي سينيال هادو حتى هما ليد تجي هنايا خارجه هاد البيله هادي هنايا ديال على حساب البلاكه ديالك منين تتخرج بالنسبه للفرانات راه تيجيوها اللور فران ديسك تجي فيها هاد الماستيرا اللي حمراء بالنسبه للبلور نوراني راه تيجي بنو تيوبليس 275 17 كندا يعني شو هاد لامورتيسور كيف قلت لكم تيجي هذا صحيح بالنسبه للشاقمه ديالها راه تجي كروميه يعني شي حاجه اللي زوينه ماشي شي شاقمه فيها الصداع يعني موتور سيلونسيو سمعوش كاع دايز بالنسبه تيجيها واحد المانيفيل هنايا يعني في حالة ما كانش الباتري راه تديماري به شي حاجه فينيسيون مزيانه بالنسبه تيكون عندها واحد البوز بي هنايا اللي صحيح وهادشي اللي كاين الاخوان اليوم جيناكم فيديو جديد جبنا لكم واحد الدراجه اللي شعبيه والناس يطلبوها بزاف شحال من واحد تيقول لي دير لينا 33 بيكان يعني ها هي يلا دخلات هذه جديده مولات نجمه الجروب كبير يعني راه دخلات احنا درناها لكم بالنسبه نفكركم في اللوكاليزاسيون ديالنا حنا كنتواجدوا في الرباط يعني شارع الحسن الثاني ديور الجامع كاينه اوتو هول كاينه ستاسيون بيترون كاين جامع حنا لاصقين عليه تماك فين كنتواجدوا يعني اللي خاصها شي حاجه راه نخلي لكم النمره ديالي انتوا الاخوان بالنسبه للثمن ديالها يعني تي تراوح ما بين 11 و 800 حتى 12 و 500 على حساب المدينه وعلى حساب الماكينه انتوا الاخوان واللي خاصها شي 33 راه كاينه موجوده عندنا في المحل اللي خاصو اي موديل اي حاجه راه كاينه عندنا انتوا الاخوان ان شاء الله سينونا فيديو جديد دخلت واحد الكوبر حتى هي اللي جديده في واحد اللون حتى هو اللي خطير وقليل حتى هي راه نديروها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي هادشي اللي كاين شي حاجه مرحبا بكم وتهلاو